If you want to learn English and speak it well, where should you start from? لو عايز تتكلم إنجليزي تبدأ منين؟ Welcome to my YouTube channel. My name is Alaء Hassan, but you can call me Angela. أنا أصلاً Italian instructor, بس أحد تخصصاتي هو اللغة الإنجليزية لأن هو كان second language عندي في الكلية. الفيديو ده انا هقولك انا اتعلمت انجليزي ازاي من غير ما اخد كورسات برا. فلو انت مستعد ما تنساش تعمل لايك للفيديو الاول واعمل سبسكرايب للشانل وفعل الجرس. هجيبك اخر الفيديو لو ما عملتش سبسكرايب وفعلت الجرس ودوست لايك. ها مستعدين علشان اقول لكم الخطوات او الستبس اللي انا اتعلمت منها انجليزي؟ Are you ready? Let's get it started. طيب الفيديو ده انا قعدت كتير قوي علشان اجهز له لان هو طلب من ناس كتير. انا لو عايز ابدا اتعلم انجليزي ابدا ازاي؟ انا حاول ابدا معاك بس من الصفر, يعني بص الزيرو, علشان خاطر اخدك كده ونطلع ستيب باي ستيب ونتعلم صح من الاساس. انسى كل الانجليش اللي انت اتعلمته سواء في المدرسه سواء في الدروس الخصوصيه وانت صغير الخ الخ, وركز معايا من اول نطق الحروف في اللغة الإنجليزية. لأن مش معقول هبدأ معك بجمل ومش معقول هبدأ معك بكونفرسيشن وانت أصلا عندك البيزكس المفروض ان هي تبقى متظبطة قبل أي حاجة. فهبدأ معك بالحروف, ازاي ننطق الحروف الإنجليزية بشكل صحيح. ركز معايا كده. A B C D E F G H I J K L L مش L ولا L ولا L L حسيت هي L M N O P Q R R R. عارف انت ايه العيال الصغيرين لما بيقلدوا اصوات الكلاب لو يقولوا رار 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 هو اور اور كده, فاهمني؟ حاول ان انت تلاقي نفسك كده, بحاول اسهل عليك ما اسهلش عليك يعني. اور اور تمام. اس تي كيو في دبليو اكس واي زد. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now you know your A B C. Next time you sing with me. كده خلاص عرفنا الحروف الإنجليزية بتنطق ازاي بطريقة صحيحة. هسيبك على كده؟ لا خالص, ديسكريبشن بوكس هسيب لك فيه اغنية لطيفة بتاعت اطفال كده اللي هما النيتيف سبيكرز الاجانب, ازاي بيتعلموا نطق الحروف باللغة الانجليزية وبيغنوها عشان تثبت في دماغهم اللحن بطريقة غير مباشرة فيتعلموا بسرعة. طريقة كده من طرق التعليم السريع ان انت تتعلم بالاغاني او بالتفرج على فيلم او كده عشان المعلومة تثبت بطريقة غير مباشرة, متقعدش تحفظه خالص. يلا بقى على the second step او الستيب رقم 2, هعلمك تنطق الارقام صح. طب ليه الارقام؟ انت ليه دخلنا بالحروف في الارقام يا ستي؟ ما تخلينا على طول. لا علشان لما اجي اسالك اقول لك هاو اولد ار يو, انت عندك كام سنه, ولا اقول لك وات از ذا تايم, الساعه كام, او اسالك اي حاجه فيها رقم الاقيك بتنطق لي الرقم رقم, مش كده؟ 6 يلا بينا نبدأ بالأرقام. 0 0 1 2 3, مش 3, مش MBC 3, MBC 3. 4 5, مش 5 5, لا 5 6 7 8 9 10 11 12. كده ندخل على العشرينات وكده 20 30 40 الخ لحد ما يوصل لل 100. طبعا انا ان شاء الله ناويه ان انا اعمل لكم فيديو مخصص كده للارقام ونطقها صح, بس يعني انا قلت اديكم فكره معينه بسيطه عن الارقام علشان خاطر لما ندخل في التقيل يبقى عندنا فكره بسيطه. انما الارقام لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو تاني لوحده
خاص بتعليم نطق الأرقام أو الأرقام باللغة الإنجليزية بشكل صحيح. وتالت حاجة بقى بعد ما عرفنا نطق الحروف بشكل صحيح ونطق الأرقام بشكل صحيح هو إزاي أعرف نفسي باللغة الإنجليزية بس صح صح اللي هو بشكل professional، بحيث إن أنا لو داخل interview في شركة أو بعمل مقابلة شخصية مع أي حد أيا كان الحد ده أبقى عارف أنا بقول إيه. طبعا الفيديو ده هيبقى طويل جدا في شرح كامل لكل النقط اللي بتخص التعريف عن النفس، هتلاقوا الفيديو ده هنزله لكم الفيديو الجاي، ولو نزل بعديها بفترة وانتوا اتفرجتوا على الفيديو ده هسيبه لكم هنا يبقى اتفرجوا عليه. تمام كده استنوني، ولو عايزين اي فيديوهات تانية من هذا القبيل قولولي وانا ready for everything يعني. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اتعلموا الارقام صح والحروف صح، واستنوني في فيديو تقيل جدا المرة الجاية. تشاو يلا بروسيما تشاو.